السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في هذه القراءة لأهم ما جاءت به جريدة ماغلور الدولية بخصوص الشأن الجهوي. والبداية من هذا الخبر الذي يخص مركز جماعة تانوغا بإقليم بني ملال، حيث قام السيد عادل البركات رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة يوم الجمعة 16 من شهر شتنبر الجاري رفقة السيد رئيس لجنة الميزانية وشؤون المالية والبرمجة بمجلس الجهة بزيارة ميدانية تفقدية لورش مشروع أشغال تهيئة مركز جماعة تانوغا بإقليم بني ملال، حيث قدمت مجمل الشروحات المتعلقة بهذا المشروع الهام من طرف مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والذي يندرج ضمن برنامج تأهيل المراكز الصاعدة بمجموع تراب الجهة موضوع الاتفاقية المبرمة بين مجلس الجهة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وتأتي هذه الزيارة في سياق الوقوف على سير تنزيل مشروع تهيئة المركز وفق المواصفات المطلوبة وتتبع مراحل إنجازه، حيث تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 17 مليون درهم. هذا وقد حضر فعاليات هذه الزيارة كل من السيد رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال ورئيس الجماعة الترابية لتانوغا والسيد رئيس دائرة القصيبة والسيد قائد قيادة تكزيرت وأعضاء المجلس الجماعي لتانوغا. وننتقل بكم إلى إقليم أزيلال، حيث أشرف السيد عادل البركات رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة كذلك رفقة الكاتب العام لعمالة إقليم أزيلال وبعض أعضاء مجلس الجهة والمنتخبون والمصالح اللامماركزة والمصالح الأمنية يوم الخميس 15 من شهر شتنبر من السنة الجارية على إعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع التنموية المهمة التي تروم تحسين جاذبية المجال الترابي. وقد همت هذه المشاريع كل من برنامج تأهيل مركز جماعة بالودان ومدخل مدينة أزيلال من جهة مراكش، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تهيئة وتوسيع الطريق وتهيئة الرصيف وتزويدها بالإنارة العمومية إلى جانب إنجاز قنوات الصرف الصحي والتشجير وملعب للرياضة، فيما تمتد مدة إنجاز الأشغال سنة كاملة. كما أعطيت انطلاقة بناء ممر طرقي على طول 5 كيلومترات الذي يربط بين دوار أيت حلوان وفندق وديان بجماعة بالودان. هذا وسيتم تمويل هذه المشاريع من طرف مجلس جهة بني ملال خنيفرة بمواكبة وتتبع من الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. وفي نفس اليوم وفي إطار زيارة العمل التي يقوم بها السيد المهدي قطبي رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، تم التوقيع على اتفاقية شراكة تتعلق بتدبير متحف جيو بارك مجون. وبموجب هذه الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها من طرف المجلس الجهوي خلال الدورة العادية لشهر يوليوز 2022، تضع جهة بني ملال خنيفرة مجموعة البنايات التي تتضمن متحف جيو بارك مجون والمجهزة بكل المعدات رهن إشارة المؤسسة الوطنية للمتاحف، كما تفوض الجهة تدبير هذا الفضاء لهذه المؤسسة. وعن هذه الاتفاقية وأهميتها نستمع للسيد عادل البركات رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة عدسة وميكروفون الصديق مصطفى أيت الحسن. هي مهمة اتفاقية متميزة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف في شخص رئيسها السي مهدي قطبي. اليوم كما تتعرف الجهة مؤسسة لرافعة التنمية، والجهة اليوم تمارس اختصاصاتها الذاتية وهو تأهيل المناطق السياحية والمواقع السياحية. اليوم مؤسسة ديال متحف جيو بارك تم توقيع الاتفاقية اللي من خلالها سيتم المؤسسة ستسهر على تدبير هذا المرفق المهم المتميز والمهم في إقليم أزيلال وكذلك في إقليم الجهة. نتمنى من خلال هذه الاتفاقية إن شاء الله أن تعود بالنفع للإقليم وتعود بالنفع للجهة، ويتم تعريف بالمنطقة وتعريف بمجموعة الجامعات كما تعرفون 17 الجامعة اللي داخلها في نطاق جيو بارك. نتمنى من خلال هذا المتحف إن شاء الله أن أزيلال أن عالم إقليم أزيلال وعالم إقليم الجهة أن يرفرف عاليا في
الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الخارجي. وانا عندي اليقين بخبره ديال السي مهدي قطبي والحضور ديالو ان غادي يكون واحد المتحف متميز وغتكون تحفه تزداد الى التحف الوطنيه في بلادنا. ولا بدا كما تعرفوا بان هذا المجهود دار مجهود جبار، دار فيه مجموعه ديال المتدخلين على راس السلطات الاقليميه وكذلك المنتخبون وكذلك رئيس جمعيه جوب بارك اللي ما فاتئوا انهم يسهروا ليل نهار على اخراج هذا التحفه الى حي زوج كما عرفتوا جميع الزائرين اللي تيجيو اللي تينبهروا بهذا لا كونسيبسيون اللي كاينه في هذا المتحف، لان قليل كيلقاو شي متحف. انا درت زياره ديال مجموعه ديال المتاحف ولكن المتحف ديال جوب بارك يجمع بما هو تقليدي وكذلك بما هو عصري ويعرف بالمنطقه كما جاء على لسان الاخوان انه غادي نزيدو نخدمو في هذا المتحف وغادي نعاودو نخرجو دوطخ ارتيكل وغادي نخرجو دوطخ زيكيبمون باش نعرفو بالاقليم ديالنا، لان اليوم الزيرو باش نكونو واقعيين ونكونو عندنا اجماع السياحه هي التي ستنمي هذا الاقليم وعندنا من المؤهلات السياحيه على صعيد زاويه الحصان والبيض بالناز ولا كاتدرال ومجموعه ديال المواقع انها هي تكون رافعه وغادي تكون سبب لتنميه ودعم هذا الاقليم يكون من بين الاقاليم المهمه على الصعيد الوطني. في المقابل تلتزم المؤسسة الوطنية للمتاحف بتقديم الدعم التقني والعلمي واتخاذ ما يلزم للمحافظة على المجموعات المتحفية الأساسية لمتحف جيوبارك نجوم وإغنائها، بالإضافة إلى تثمين التراث الجيولوجي والأركيولوجي للمتحف وضمان تدبير أمثل لهذا الفضاء المتحفي والمشاركة في الترويج له على المستويين الوطني والدولي. وتهدف هذه المبادرة إلى الاستفادة من تجربة المؤسسة وخبرتها لجعل هذا الفضاء قاطرة للتنمية السياحية وخلق دينامية اقتصادية داخل المجال الترابي لجيوبارك مكون على وجه الخصوص، وبمجموع إقليم أزيلال وجهة بني ملال على وجه العموم. وعن البعد التاريخي والمستقبلي لأدوار جيوبارك مكون يحدثنا السيد المهدي قطبي رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف دائما بعدسة وميكروفون الزميل مصطفى أيت الحسن. Alors, écoutez, aujourd'hui c'est un grand jour, pas simplement pour la région d'Azilal et pour les gens d'Azilal, les régions et les gens de la région, c'est aussi un moment merveilleux pour le Maroc, un moment où nous allons mettre ce que j'appellerais une histoire commune, mais commune à toute l'humanité. Quand vous avez par exemple les dinosaures qui ont pris naissance et qui sont là, les empreintes de cette histoire avant que l'humanité, que l'homme soit homme. Et aujourd'hui, nous avons besoin de messages à travers le monde, ce qui est uni. Et vous voyez, quand vous regardez un pays comme le nôtre, ce que j'appellerais le vivre ensemble entre chrétiens, juifs et musulmans dans ce pays, on en voit aussi qu'il y a cette trace de l'humanité dans une région comme Azilal. L'humanité est partie de cette région, de ses confins ici. Vous envoyez un message aujourd'hui de paix et d'amour dont nous avons tellement besoin. وإلى مدينة أفرار وفي سياق التحضير لانعقاد الدورة العادية لمجلس جهة بني ملال خنيفرة لشهر أكتوبر المقبل، انعقد يومه الجمعة 16 من شهر شتنبر الجاري بمقر الجهة اجتماع للجنة إعداد التراب والتنمية المجالية والبيئة بمجلس جهة بني ملال بالتوازي حضوريا وعن بعد برئاسة السيد عبد الهادي شريكة، وحضره السيدات والسادة أعضاء اللجنة وبعض أعضاء المكتب ورؤساء اللجان وأعضاء المجلس وأطر إدارة الجهة والولاية. تمت خلاله المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات أهمها تحويل خطوط التوتر العالي بأفرار، ومعلوم أن تحويل خطوط التوتر العالي بأفرار كان موضوع دراسة في الفترة الممتدة بين 2003 و2009 بقيمة 3.3 مليار سنتيم، إلا أن تقادم الدراسة وارتفاع التكاليف
دفع أعضاء اللجنة بالاتصال بالمديرية الجهوية للكهرباء من أجل تسريع وتيرة إعادة إنجاز دراسة جديدة. هذا وقد تقدم السيد حسن أنصار رئيس مجلس جماعة أفرار بالشكر الجزيل باسمه ونيابة عن باقي الأعضاء إلى السيد رئيس الجهة وأعضاؤها واللجنة التي عهد لها البت في الملف والتعجيل به. كما خصص هذا الاجتماع لدراسة كل من مشروع اتفاقية للشراكة من أجل إنجاز البرنامج المندمج لبني ملال، وكذا دراسة طلب تجديد الاتفاقية المتعلقة بالمساهمة في تمويل استغلال مركز تمر وتتمين النفايات المنزلية والمماثلة له. إلى هنا مشاهدي الكرام نأتي على نهاية هذا الموجز لقراءة بعض ما جاءت به جريدة ماغلور الدولية من أخبار. أنتم كذلك مشاهدي الأعزاء لا تنسوا مراسلتنا على عناويننا الظاهرة على الشاشة إسهاما منكم في دعم إعلام هادف وجاد ومسؤول. على أمل اللقاء بكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.